السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء، طلاب الصف الخامس. اليوم يا خامس رح يكون درسنا عن البيت الأردني القديم، ومن خلال هذا الدرس يا خامس رح نتعرف كيف يكون بيوت أجدادنا وكيف شكلها، وهل تشبه البيوت التي نسكنها اليوم؟ خلينا نتعرف على أهم أهداف الدرس. رح نحكي أول إشي عن مميزات البيت الأردني القديم، رح نذكر صفات البيت الريفي، ورح نعدد مقتنيات البيت الأردني القديم. أولا يا خامس رح نحكي عن أهم ما يميز البيت الأردني القديم، وهو البسط المصنوع من الصوف الطبيعي الذي يغلب عليه اللون الأحمر أو الأزرق، وبالمفارش المنسوجة من الصوف وشعر الغنم والتي يغلب عليها أيضا اللون الأحمر والأزرق. وكانت يا خامس القطافة تتوسط غرفة الضيوف. طب شو هي القطافة يا خامس؟ هي سجادة صغيرة مصنوعة من الصوف الطبيعي. أما البيت الريفي يا خامس فهو يتكون من غرفتين أو ثلاث غرف، ويحوي ساحة صغيرة مكشوفة بين غرفة تعرف باسم الحوش، ويخصص جزء من مساحة البيت الخارجية للطابون أو الصاج أو لصناعة خبز الطابون، إضافة إلى حظيرة الماشية وبعض الطيور مثل ترباية الدجاج والحمام. أما الحاكورة يا خامس هي كانت تزرع بمحاصيل زراعية مختلفة مثل البصل والبقدونس والنعناع. أما يا خامس مقتنيات البيت الأردني التقليدي، وأول شغلة من مقتنيات البيت الأردني التقليدي هو القنديل. فالقنديل يا خامس يتألف من بلورة زجاجية ووعاء معدني وفتيلة من القطن الحراري، وكان يستخدم لإنارة البيت كما هو موضح في الشكل. أما ثاني شغلة من مقتنيات البيت الأردني التقليدي هو طبق القش. فكان طبق القش يصنع من أعواد الحصيدة ويستخدم لوضع العجين عليه كما هو موضح في الشكل. أما ثالث مقتنيات البيت الأردني هو الصاج، وهو صفيحة حديدية دائرية محدبة من الخارج ومقعرة من الداخل، وكان يستخدم لعمل خبز الصاج. وهيك يا خامس بنكون أنهينا الدرس. ننتقل الآن إلى حل الأسئلة. فالسؤال الأول شو بيحكي لك؟ عرف كل مما يلي: القطيفة والحوش. كما ذكرنا قبل قليل شو هي القطيفة؟ هي سجادة صغيرة مصنوعة من الصوف الطبيعي كانت تتوسط غرفة الضيوف. أما الحوش هو مكونات البيت الريفي، وهي عبارة عن مساحة صغيرة مكشوفة بين غرفة بين الغرف، ويخصص جزء منها للطابون أو الصاج إضافة إلى حظيرة الماشية وبعض الطيور. أما السؤال الثاني شو بيحكي لك؟ املأ الفراغ بما هو مناسب في الجدول. أول إشي بدنا نحكي عن مقتنيات البيت الشعر ومقتنيات البيت الريفي، أما مقتنيات البيت الحديث. أولا يا خامس مقتنيات بيت الشعر: دلة القهوة أو دلال القهوة. أما مقتنيات البيت الريفي: القنديل كما ذكرنا قبل قليل، ومقتنيات البيت الحديث: تلفاز. أما المقتنيات البيت الشعر: بسط ومهباش وحماسة، محماسة لتحميص المحماسة لتحميص القهوة. أما البيت الريفي: الصاج وطبق القش وأدوات للزراعة كالفاس. أما البيت الحديث: تلفاز وغسالة وكراسي وكنب وطاولات سفرة. ننتقل الآن إلى السؤال الثالث. شو بيحكي لنا يا خامس؟ يتميز بيت الشعر بخصائص جعلت منه مكانا ملائما لحياة ساكني البادية الأردنية. اذكر اثنين من هذه الخصائص. أما خصائص بيت الشعر فهو تحمله للظروف البيئية الصحراوية المتقلبة وسهولة صيانته وخفة وزنه كما هو موضح في الشكل. هيك يا خامس ننتهي. هيك يا خامس بنكون أنهينا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.